كانت التضحية ومهما كانت تكاليف هذه المعركة هندفعها بإذن الله، ولكن لن نسلم في إرادتنا ولا في سنتي من أرضنا ولا الأرض العربية. العين بالعين والسن بالسن، العنف بالعنف، نفعل نفعل. المعركة ما انتهتش، المعركة ما زالت موجودة بمفردات مختلفة. كان الأول العدو واضح والخصم واضح، دلوقتي بقى مش واضح، بقى معانا وجوانا. استطاعوا بالفكر إن هم ينشئوا عدو جوانا. يعيش بقتلنا ويتبني بهدمنا. في عيد النصر تحية من جيل قدم وما زال يقدم أروع الأمثلة في التضحية والفداء، إلى جيل حقق النصر وأعاد لمصر العزة والكبرياء. أكتوبر 73، بقاء شعب ونماء أمة. طبعا تاريخ 6 أكتوبر من عام 1973 تاريخ محفور في قلب وعقل ووجدان وذاكرة كل مصري وكل مصرية، وفي هذا التاريخ وفي كل سنة مصر كلها الحقيقة بتشعر بالنصر وبالفخر وبالعزة وبالكرامة. إن أرضك ترجع لك بدم ولادك وبدم إخواتك ده أمر يخليك دايما رافع راسك لفوق. هنتكلم عن ذكريات نصر أكتوبر المجيد مع بطل من أبطالها وأحد ضباط قوات المظلات خلال الحرب، هو أيضا أحد أبناء النادي الأهلي اللي ترعرعوا وتربوا على الأخلاق وعلى القيم وعلى المبادئ وعلى حب النادي الأهلي وبطبيعة الحال أكيد حب الوطن، هو سيادة اللواء أركان حرب سعد الدين مرجان، أحد أبطال قوات المظلات خلال حرب أكتوبر، وتحديدا قيادة اللواء 182 التحام جوي مظلات. صباح الفل على حضرتك يا فندم، متشرفين بالمعنى الحرفي بوجودك معانا. صباح الخير عليك وعليكم جميعا، وصباح النصر على مصر وشعب مصر. صباح الخير سيادة اللواء، وحابين جدا بقى يعني مش حتى نقعد نسأل، حابين نقعد نسمع، وزي ما كنت بقول قبل الفاصل ونتعلم يعني من أبطالنا الحقيقي. لحد دلوقتي احنا بنسعد جدا ان احنا كل أسرة مصرية فيها بطل عاشر الفترة دي، وحاجات بقى صغيرة وكواليس حصلت حابين ان احنا نعرفها من حضرتك ونبدأ المشوار من أوله. وفكرة هنا يعني بداية خدمة حضرتك بقى في القوات المسلحة، يعني عايزين نبدأ من الحتة دي. اتفضل يا فندم. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وانتم طيبين وكل اكتوبر ومصر طيبه وبخير. بالنسبه لي انا كشخص انا ابتديت العسكريه من ايام المدرسه، اما كان في حاجه اسمها الفتوه، كنا بنلبس عاملين لنا لبس مميز عسكري، بنتدرب بنضرب نار بنتدرب تدريب عسكري واحنا في المدارس، وكانوا عاملين لنا فرق مظلات وصاعقه برضه. طبعا الكلام ده مش موجود دلوقتي، فاحنا من صغرنا والعسكريه ومصر في دمنا. ده بدايه المشوار. لكن انا لما جيت خلصت الثانويه العامه دخلت كليه العلوم، ما دخلتش الكليه الحربيه. فبعض الزملاء اللي دخلوا اللي كان يعني صداقات في صداقات صداقه معاهم شديده كانوا ما بيخرجوا من الخميس والجمعه وانا مدني، كانوا بيفضلوا ايه يلوموني يعني ازاي ما تخشش معانا. فرحت مقدم كلها الحربيه، مقدم معاهم لان انا حسيت بان ده واجب وطني، يعني بقيت كل ما يخرجوا خميس وجمعه اجازه وانا مش معاهم ببقى مكسوف من نفسي. قدمت الكليه الحربيه، قابلت في الكليه الحربيه، بس نسيت اقول لكم وانا طالب في ثانوي حصلت على فئه مظلات برضو. ايه ده؟ تركيبه تكوين. دخلت الكلية الحربية برضو أول ما عملوا فرقة مظلات كنت أول واحد واخدها، واستمر الحال إلى أن تخرجت. خلاص طلعنا على اليمن، رجعنا من اليمن على 67. طبعا وما أدراك 67، فالمسمى هنا أنا يعني أحب أقول إيه، كلمة هزيمة بالنسبة ل 67 ما أنا بتأذيني بتزعلني، ما برفضها لسبب. 67 ما كانش فيه معركة بيننا وبين إسرائيل. إسرائيل دخلت سيناء على طبق من فضة بمعاونة كل الدول وعلى رأسهم أمريكا، الدول الكبيرة. وطبعا عايز أشير لحاجة هنا مهمة،
بعضنا بيقول لك اصل اسرائيل ونموتها ونبيدها لازم نعترف يا جماعه ان اسرائيل دوله وقائمه حقيقه بمعاونه كل الدول الكبرى. انما اذا كنا هنرفض وجودها يبقى مش هنقدر نتعامل مع يعني مع الواقع. بعض الناس رافضه وجود اسرائيل، طب ما هي موجوده. لازم نفكر بعقلانيه الزمن اللي احنا فيه غير الزمن الاول، يعني واحنا صغيرين يقول لك احنا اسرائيل وهنعمل ونسوي ونبيد، فطلعنا متشبعين ان اسرائيل قوه ضعيفه. لا، اسرائيل عندها اسلحه ومتطوره ودوله يتعمل حسابها، بس دوله عدو بالنسبه لنا، دوله عدو. فلازم يتعمل حساب الناس دي ونخطط لمستقبل ان هم استراتيجيتهم من النيل للفرات. لازم احنا كمصر الدولة القوية في الدول العربية والدولة الأم تبقى عاملة حسابها كقيادات سياسية وقوات مسلحة إن هناك دولة بتخطط لمحاولة إنها تاخد أراضي مننا زي ما احنا عارفين سيناء وإلى أن زي ما أقول استراتيجية من نيل للفرات. إحنا عايزين نبقى جاهزين نمنع الكلام ده. جميل جدا. لابد قياداتنا تبقى جاهزة لده، وتدريبنا وأولادنا وأطفالنا يبقوا فاهمين كده كويس. احنا كنا بنفهم ان يعني فاهمين الكلام ده، احنا عايزين الاجيال اللي طالعه تبقى عارفه الكلام ده كويس قوي، ونخطط ونشتغل عليه في المدارس من صغرنا. نحيي العالم زي زمان، بنعمل محاضرات فيها يعني ايه مصر، يعني ايه في عدو، يعني اللي عاملينه حاليا. وعايز اوصل لحاجه، حرب 73 دي خلت العدو سواء اسرائيل او غيره يخشى الجند المصري، لان احنا برضه هرجع تاني 67 لم نختبر كقوات مسلحه، خدوها زي ما بقول لك على طبق فضه. الفتره من 67 ل 73 القيادات والتخطيط للحرب والتدريب والتكنولوجيا والعلم دخل معانا. كان الاول المجندين ما فيش مؤهلات عليا، دخلنا المؤهلات العليا وابتدينا نستوعب تكنولوجيا العصر. بس برضو لما نيجي نعمل مقارنة بيننا وبين إسرائيل، طفل مدلل ياخد اللي هو عايزه. وأنا أتذكر إن إحنا أيامنا السلاح اللي إحنا كان معنا سلاح دفاعي روسي، وللأسف للأسف الشديد لو عملنا مقارنة حقيقية بعد 67 لما احتلوا سيناء شرق القناة وإحنا غرب القناة وعملوا اللي عملوه سواء ساتر ترابي أو نقط قوية أو خلافه، أي حد في العالم أو العسكرية العالمية كلها قال لك إن مصر أو الجندي المصري مش هيقدر يعمل حاجة خلاص في اللي هم عاملينه ده. طبعا أنا واحد من الناس اللي حضرت هذا الجيل، وكان شرف لي إن أنا أكون جندي من جنود القوات المسلحة. الكلام ده كان بيألمنا، وكنا بنصر دايما لقياداتنا يا جماعة عايزين نخلص الموضوع وبسرعة. من تاني يوم حتى احتلوا، ولو تتذكروا كان في عمليات مستمرة شرق سيناء منها راس العش وخلافه، والناس اتكلمت في الحاجات دي كتير، ما قعدناهمش مستريحين لحظة. لأن الجنز المصري أو الإنسان المصري، مش هقول جندي، يعني دايما يقولوا شعب وجيش. أنا مش فاهم يعني إيه شعب وجيش، ما هو الشعب هو جيش. ما هو الجيش هو ابني يعني وجوزي ووالدي يعني. يعني مصر 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 اللي عايز أقول إيه؟ في بيت ما فيهوش عسكري أو ظابط أو صح، أو في بيت ما فيش فيه حد اشترك في المعارك من 48 لحد النهارده. ما فيش طبعا. ولذلك أنا بس يحضرني إن أنا عايز بس أحيي روح شهدائنا في كل الأجيال والأجيال اللي جاية، إحنا ما فيش يوم ما فيش شهيد في سيناء. صح. أو في الغرب أو يعني احنا ما فيش يوم بيمر علينا الا في حد من ولادنا بيستشهد. صح. الكلام ده عايزين الناس تحس بيه. في بعض الـ 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 الابواق والناس اللي عايزه مصر تفضل على حاله سيئه او تدمرها او ما تبقاش متقدمه، رغم ان احنا شايفين اللي حوالينا شكلهم ايه، مش عايزين نتكلم فيها. هل يعني ينفع ان احنا يحصل فينا الكلام ده؟ مش هيحصل ان شاء الله. طب احنا جزء كبير من كلامنا لغايه دلوقتي كان على الصعيد العسكري، اللي اكيد هنرجع له يعني تاني
كمان شوية. أنا بس عايز أستأذن حضرتك إن أنت تاخدنا كده أنا ونهواند والسادة المشاهدين وتعمل بينا فلاش باك للفترة من 67 إلى 73 على الصعيد الأسر المصرية، البيوت المصرية، الناس كانت عاملة إزاي؟ بيتكلموا في إيه؟ الناس لما بيقعدوا على القهاوي كانوا بيتكلموا في إيه؟ إيه الشغل الشاغل لشعب مصر وقتها على الصعيد الشعبي؟ هقول لحضرتك على الصعيد الشعبي، أنا أتكلم عن أسرتي أنا كأسرة يعني. تمام. أنا أولاً بس عشان أبدأ، أنا كنت في 67 أو ما قبل 67 كنت في القوات اللي راحت شرم الشيخ قبل ما تبقى شرم الشيخ بتاعة الوقت، مكان الجبال وقصة كده، مش شرم الشيخ اللي هي دي. ف 67 لما حصلت وزي ما قلت لك دي، ناس خدوا سينا على طبق مفضل، لما ما حصلش قتال قواتنا انسحبت بأوامر، حتى أنا القوات بتاعتنا بتاع شرم الشيخ لما انسحبت، وانا اجزم ان لو كنا استمرينا ما كانش حد يقدر يخش، انما اوامر لازم تنسحب انسحابنا. وبعدين انا بالنسبه لي يعني الحقيقه كان لي حظ ان انا ما رجعش من شرم الشيخ لمصر ماشي زي الزملاء. يعني انا جالي اوامر قبل ما يحصل 67، قبل 67 ان انا انزل مصر معايا مهمات ومظلات عشان في عمليه هنعملها شرق المضايق. كان يوم 3 اعتقد يونيو والحرب قامت 5 يونيو، فركبت الطيارات وطلعنا على مصر عشان هننفذ عمليه معينه، والحرب قامت يوم 5. فانا عايز ارجع تاني، طبعا الاحداث ما عرفتش ارجع. احنا كاسره مصريه كان انا ليا اخ اكبر مني اللي هو يوسف المجند الله يرحمه، وانا ضابط واثنين مجندين مؤهلات عليا، 4 اخوات في القوات المسلحة في نفس التوقيت ده، في نفس التوقيت. فلك أن تتصور أم الولد والوالدة كانوا عاملين إزاي بقى وقتها. الأم والأم لولاده من 4 في القوات ومش موجودين جنبهم، يعني كل واحد فينا في مكان. فأنا نزلت المأمورية ما عرفتش أرجع. الحرب قامت وأنا في البيت لقيت الإذاعة، طبعا زي ما انتم عارفين اسقطنا للعدو، لو حد يعني كان عصري اسقطنا اسقطنا. انا كراجل عسكري وربطه صغيره ما دخلش دماغي، عارف الحقيقه يعني. انا مش قادر اتصور اسقطنا ايه، هو دبان. هو لحد دلوقتي احنا مش فاهمين ليه بالظبط، يعني كان في معلومات بتنشر تماما عكس الواقع. هل هناك كان يعني هدف معين كانوا عايزين مثلا يخلوا الشعب يبقى عنده روح معنويه مختلفه؟ يعني لو حضرتك تقول لنا برضه. الاعلام ايامها مش عايز اقول اسامي، كان متصور كده، كان متصور ان احنا يعني هنخش اسرائيل بسهوله و وهنحتل كان اسرائيل. توقعات يعني. توقعات نتيجه ان مش عايز بس اظلم حد، ان القيادات كانت بتوحي بده. ربما كان فيها يعني انا عايز اقول يعني وراء ده يعني. لا معلش، لكل زمن وقيادات لهم محاسنهم ومساوئهم، يعني ما نقدرش نقول واحد كويس. وليه حساباته كمان. وليه حسابات سواء صح فيها او غلط، ما النسبه طبعا. بالنسبه للحسابات هتلاقي ان مش حد صح 100% ولا غلط 100%. فأنا واحد من الجيل ده كنت حاسس كده، إسرائيل ده أنا هخش بكلام فاضي يعني. فلقيت القصة. طيب طبعا كأب وأم هذه أسرة عندهم 1 و3 مش موجودين، يعملوا إيه؟ يقفشوا في الواحد ده ما يخلوش. أكيد طبعا، بديهي جدا. فيعني عايز أقول لك أنا اتقفش فيه طبعا. الأب والأب وعياطه، أنا عربية مستنياني ولابس بيري همشي. قلت لهم انا هنزل اروح بس 5 دقايق وهرجع على طول، فابص ايه الموضوع وتاكدوا حاجه. طبعا انت تصوروا. ونزلت ما رجعتش، نزلت رحت على في حته اسمها المؤخره قعدت فيها، لان ما اقدرش ارجع لهم يعني، هرجع ازاي؟ وابتدت الاحداث تتوالى الى ان حسينا ان العمليه خلصت. طبعا وضع مؤلم. انا بتكلم بقى عن نفسي كضابط صغير، وانا كنت متصور ان انا يعني اسرائيل دي الوضع اختلف يعني طبعا. حسيس شكل الموضوع بقى. طب ازاي؟ حتى وانا في المؤخره القوات لما رجعت المظلات خدت امر بان انا اوصل للقناه الاسماعيليه عشان اقعد الناس اللي راجعه اقابلها وبتاع.
المهم رحت وقابلته كده، نجري الحياة المدنية بقى نفسها. الحقيقة إن الشعب المصري، وأظن يعني دي جينات موجودة وهتبقى موجودة في أي عصر، رفض الهزيمة. الشعب يعني كله بجميع فئاته. ولما حاول عبد الناصر الرئيس عبد الناصر الله يرحمه يتنحى، رفضوا التنحي ولازم تبقى موجود لغايه ما تخلص. صح. ومش عايز اقول لك ان احنا يعني الشعب اتحمل حاجات لو اللي موجودين الوقت يتحملوها ما يقدروش. كان في حاله تعبئه عند الشعب. تعبئه وغير كده يعني نقول ايه، المواد التموينيه يعني عايز ادي لك مثلا الصابونه كانت مشكله. يعني انت عشان تلاقي الصابونه كان بيتصرف لكل عائله تقريبا فرخه، وفرخه تقف في طابور طوله مثلا كذا. يعني انا في الاسره ما حسيتش ان حد بيشتكي. يعني مدركين ان هم في اجواء حرب. ما شفتش بس ده شكل من اشكال تحمل المسؤوليه. الصبر طبعاً. الصبر من سمات المصريين اصلا. يعني الناس صبرت على الناس بقت تروح تتطوع وتدفع اللي عندها. حتى انا يعني اتذكر في ناس بيقول لك دبله الخطوبه دي او راحوا وفي صور موجوده في صور بتتبرع فيديوهات على فكره موجوده وفيديوهات موجوده ام كلثوم عملت الفن طبعا الاغاني كلها كانت بتحفز على طبعا على ان انت طبعًا. ما تبقاش ايه ما تقبلش الهزيمه فابتدينا عشنا في هذا الجو وتحملناه يعني كل الاسر تحملته الى اقصى درجه ما اشتكيناش مرتباتنا احنا قوات مسلحه كانوا خصمين نصها 50% منها لصالح المجهود الحربي. اغلب الاسر اذا كانش واحد في الجيش في اكتر من واحد زينا كده. كانوا يعني ايه يقولوا لك ايه مش عايزين الهزيمه تستمر. النصر لابد ان احنا نرجع ناخد سينا، لابد ان احنا ننتصر. واتذكر بعد ما الرئيس عبد الناصر مات احنا بدانا من اول يوم ندخل سينا ناخد اسرى ندمر فيهم ما قعدناش ساكتين. لكن اتذكر لما انور السادات ابتدى يستلم وتولى المسؤوليه الراجل يعني الشهيد انور السادات يعني الرئيس انور السادات الله يرحمه تحمل ما لا يتحمله بشر من الانتقادات والاهانات. صحيح. يعني انا شخصيا مشفق عليه. صح. في اللي تحمله. في المقابل يعني انا شايف الرئيس السيسي بيتحمل تقريبا حاجات واكتر يعني للوضع القائم. يكفي لما السادات رحمه الله عليه هو بنفسه خد المبادره باعلان الانهزام على سبيل التمويه ونكتشف بعديها ان ده كل ده كان مقصود. مقصود ايه؟ ده بقول لحضرتك ده اولاده نفسهم كانوا بيلوموه. احنا كقوات مسلحه واحنا قاعدين في تدريبنا اغلبنا والقيادات عايزين نعبر. يعني اتذكر كان الله يرحمه اللواء اركان حرب عبد القوي محبوب كان قائد لواء واحنا لسه الفتره من 67 ل 73 78 كان 67 68 69 تقريبا كان قائد لواء وجمال عبد الناصر اجتمع في احد اجتماعات بالجيش قام وقف قال له يا فندم انا جاهز وعايزين نعبر فهو خدها يعني بالتهريج وكان يعرفه معرفه شخصيه فكان ان الفريق محمد فوزي هو وزير الدفاع اعتقد فريق محمد فوزي فقال له يا فوزي عبد القوي ما ينزلش الا ما نعبر. اللواء عبد القوي ده كان اول قائد اشتغلت انا تحت قيادته فيعني الله يرحمه من الناس اللي بعتز بعلاقتي بيها وبعرفتها يعني. فهو سمع الكلام طب وانا هقعد كل ده ما اروحش ازاي؟ فشوف العلاقه بين رئيس دوله وقائد لواء يعني في فرقه في جيش في وزير قائد لواء لبس ونزل قابل الرئيس نفسه جمال عبد الناصر قال له حضرتك قلت كذا وانا فكلم الوزير مباشره قال له انا كنت بهرج الراجل ده ازاي؟ يعني كان في يعني زي ما بقول ايه العلاقه بين الناس كانت شكلها ايه؟ واخد بالها فارجع تاني للرئيس انور السادات لما تجود مصر بشخصية بالتركيبة دي صح لأن هو شاف تحت وشاف فوق صحيح الحياة اللي عاشها لما اضطرت بالقوات المسلحة قصة بتاعت أنور السادات رئيس أنور السادات الله يرحمه
ما حدش عاش زيه. فشاف تحت وشاف فوق، فكان كل شغله مبني على حاجات عمليه هو شافها بنفسه. واخد بالك؟ وبعدين علاقته بالقوات المسلحه استمرت الى ان بقى رئيس جمهوريه. هو راجل مثقف جدا، واخد بال حضرتك ازاي؟ معلومات غزيره جدا، ونقول ايه؟ وتعلم الدهاء كمان. لا لسه هقول لك الخطوره بتاعته في انك ما تفهمش ايه اللي جواه. يعني هو لما كان بيقعد معانا ويكلمنا فنقوم نصور يا فندم عايزين يضحك يا اولاد، بس احنا لسه امكانياتنا مش عارف. فلما جه خد قرار، احنا كل الفتره من 67 ل 73 واحنا في تدريب مستمر شاق قاتل، مؤمنين بان احنا ما نخلص الا ما نسلم سينا محرره. واخد بال حضرتك؟ ارجع تاني اقول لك برضو، الناس كانت متحمله ما لا يطيقه بشر من اجل الحرب. ده اللي انت عايز تعرفه. مفيش بيت ما كانش بيتحمل. بقول لك الصابونه كان مشكله انك تحصل على صابونه. وراها ماذا؟ كنا بنضحك وناكل ونشرب ونجري ونروح ونيجي. الفتره الاولانيه كانت الناس رافضه اللبس الميري حقيقي. مع الوقت ابتدينا نتاقلم كميري وكشعب، وابتدينا نشجع بعض. الى ان حصل ان شاء الله 6 اكتوبر. احنا بنختصر الزمن في يوم. صحيح اللي انور السادات قال كلمته المشهوره، اجتزنا قناه السويس وقدرنا ننزل عوله في 6 ساعات زي ما قال، وهو قعد 6 ايام. لكن ما قبل ال6 ساعات ده مشوار طويل جدا. في ناس بذلت مجهود وماتت وحيت وعملوا، وافكار طلعت، والسلاح اللي في ايدنا ده طورناه بما لا يتصوره عقل العدو نفسه. يعني لما حصل سياده اللواء، تسمح لي ناخد على يعني تليفون ونرجع، لان الحديث يعني يطول واحنا حابين نقعد نسال. بالظبط الموضوع فعلا. خلينا ناخد على التليفون سياده اللواء سعيد بهلول احد ابطال حرب 6 اكتوبر. يا صباح النصر سياده اللواء، اهلا بحضرتك. صباح النور وصباح النصر وصباح الحب لمصر كلها. صحيح. ومعانا سياده اللواء اركان حرب سعد الدين مرجان برضه، يعني حضرتك عايز تصبح عليه. يا صباح الفل استاذ اللواء سعد يا حبيبي. حبيبي يا استاذ اللواء سعيد. يا اهلاوي انت يا جميل. والله وحشني يا سعيد، ربنا يخليك. الله يخليك. ازاي صحه يا فندم؟ ربنا يطمن على سيادتك كده والاسره عليكم كلكم. ربنا يخليك. الايام الجميله اللي قضيناها في النادي الاهلي من سنه 60. عمر ثاني. انتوا عشتوا سياده اللواء فتره جميله في كل حاجه بصراحه. يعني احنا غيرانين لان انتوا اخذتوا الخير كله، يعني بجد القيم، البطولات، الفترات الصعبه، وقفتوا على رجليكم. وخلينا كده نرجع مع حضرتك برضه، يعني سياده اللواء كان عمال يحكي لنا واحنا مبسوطين جدا، يمكن انا وكريم وكل الساده المشاهدين اللي بيسمعونا عايزين نسمع من حضرتك برضه كده ابرز ذكرياتك مع 6 اكتوبر. اتفضل يا فندم. والله يا فندم انا برضه بقول ان حرب 6 اكتوبر الناس اللي طبعا ما حضرتهاش فاكره ان القوات دي اللي جت يوم 6 اكتوبر نزلت بالمظلات كده على ضفر غربيه وقامت معديه القناه ودا بالك وحطمت خط بارليف ودخلت وعملت ثلاث الشاطئ والكلام ده كله. لا لا لا، احنا الاعداد للحرب كان اصعب من الحرب ذات نفسها. صحيح. ما تتصوريش احنا قبل الحرب دي ما كناش بننام. لان كان عندنا طار. كنا عاوزين الهزيمه اللي هزمناها في 67 بالغادر طبعا، كنا عاوزين نمحو هذه الهزيمه، كنا عاوزين نحس الاجيال واولادنا يرفعوا راسهم فوق كده يقول لا مش ابهاتنا دول اللي عملوا الهزيمه، لا ده احنا لازم النهارده نساعدهم اللي احنا نحقق النصر بالتدريب. انا هقول لك حاجه بس مثال بسيط عشان انا عارف وقتكم. حضرتك انا كنت في اللواء 5 في عمليات اللواء 15 مدرع مقل، وده كان على راسه راجل من احسن قاده القوات المسلحه كان اسمه اللواء اركان حرب، كان هو اخير اياميه عادل سوكا مصطفى. ده من الناس طبعا تعرفهم كويس قوي، لدرجه ان هو مسك الفرقه 21 وهو عقيد. طبعا ده حاجه من الحاجات اللي ما تحصلش. وكان معاه رئيس الاركان بتاعه المقدم، مقدم اركان حرب تحسين شنن. وقلت طبعا اللي هو تحسين شنن الناس عارفاه كويس. كنا بنطلع في تدريب واحد مثلا كل 3 اشهر يجمع اللواء في 6 مجموعات.
كل مجموعات الدبابات ثلاثه والمساء والكلام ده كله، ونطلع من احنا كنا متمركزين في ابو صوير لغايه الانطره اللي هو اتجاه الهجوم بتاع اللواء، بنمشي على رجلينا مع القوات على اساس الناس تبقى دست الارض وعارفه كل مكان فيها وكل تبه وكل شارع وكل كل حاجه موجوده في هذا المكان. نطلع الساعه 11 بالليل وننزل بالمجموعات دي الساعه قبل اول ضوء الساعه 4 الصبح، نلاقي الشؤون الاداريه مجهزه لنا العدس وانا بقول العدس والجبنه، ونيجي ناس نازله بالعربيات رايحين ميدان الرمايه لكل سلاح من الاسلحه. يعني انا مدرعات ادخل على المدرعات، انا مشاة ادخل على سلاح المشاة، انا مدفعيه ادخل على المدفعيه، يضرب التمرين اللي هو كان متخصص في هذا الشهر. نطلع بعد ميدان الرمايه، نطلع على ميدان استواءه. طبعا كل سلاح كل المشاة لها بكي والتباص لهم تمارين والدبابات لها تمارين، وبعدين عربيات النقل لها تمارين، بحيث لاي حد ينقص عن 10 من 10 في ميدان استواءه يعيد تاني. شوف قد ايه المجهود اللي الناس بتبذله علشان تحقق واخده بالك النهارده زي ما بيقولوا العرق في التدريب يوفر الدم في المعركه. ربنا يعني يديكوا الصحة سيادة اللواء، والله متشرفين بيكوا جدا، وزي ما كنا بنقول لسيادة اللواء سعد الدين يعني ما فيش بيت مصري ما فيهوش جندي يعني وما فيهوش شهيد في نفس الوقت. وكمان سيادة اللواء لمس نقطة مهمة جدا، هو كان بيتحدث ان لازم كل الأجيال تعرف يعني التاريخ وتدرسه كويس جدا ويكون حاجة أساسية ومادة أساسية في المدارس، ويمكن ده يطبق. ولكن في عندنا جزئية تانية، وخليني هنا أشيد بوزيرة الهجرة دكتورة نبيلة مكرم، لأن هي بصراحة اهتمت بالملف ده وهو ابناء المصريين في الخارج. هي قالت لا انا مش عايزه اولادي في الخارج ما يعرفوش البطولات والتاريخ بالمصري والانجاز والفخر، لازم يدرسوا ده. فكانت عندها العديد من المبادرات عشان تهتم بالفئه دي، فاعتقد كده شيء محترم جدا ان احنا دايما نبقى عارفين وواصل لنا يعني قد ايه كان في تضحيات من حضراتكم. يعني ربنا يديكوا الصحه سياده اللواء سعيد بهلول، نشكرك جدا يا فندم، شكرا ليك. أنا عايز أستأذن حضرتك إن احنا نطلع فاصل، وأستأذنك برضو إن بمجرد العودة من الفاصل ده سؤال نابع من فضول شخصي الحقيقة، يعني عايز أعرف من حضرتك إن إذا كنتوا مثلا في مرة من المرات في إحدى عمليات الإنزال الجوي اللي حضرتك شاركت فيها، هل كان في مواجهة وجها لوجه بشكل مباشر مع جندي إسرائيلي ولا لأ؟ شامل التفاصيل بطبيعة الحال. أستأذنك نطلع فاصل ونرجع نسمع إجابة حضرتك على السؤال، اتفضل. بنرحب بحضراتكم مرة تانية، والحديث مستمر مع سيادة اللواء أركان حرب سعد الدين مرجان. وقبل الفاصل كنا بنسأل حضرتك سيادة اللواء عن المواجهة، لو كان حصل مواجهة بين حضرتك وبين أي ضابط أو جندي إسرائيلي، وكواليس بقى هذا اللقاء. لا، هو بالقفز ما حصلش، لكن بالإبرار حصل في حرب 73. إنما كمواجهة هو عشان العسكر الإسرائيلي أو القيادات الإسرائيلية أو اليهود، مش عارف اقول لك ايه، ما بيحاربكش وجها لوجه ابدا، الا ما حصلش الا في 73. لم يحدث انك واجهت العسكر المصري واجه العسكر الاسرائيلي الا في 73، لان المعروف عنهم انهم بيخافوا، لازم يحاربك من ورا سلاح، من ورا جدر، من ورا يعني حصون. يعني لما تشوف النقط القويه بنوها ازاي، يعني انت لم يحدث في تاريخ الحروب من ايام الفراعنه إن المصريين دخلوا حرب زي حرب 73. بمعنى طبيعة الأرض اللي هتحارب عليها ما كانتش موجودة قبل كده. مانع مائي، ساتر ترابي بالارتفاع من 15 ل 20 متر، بميل يكاد يكون 90 متر. والساتر الترابي لو حطيت رجلك فيه تغرز لغاية لا مؤاخذة هنا. نمرة اثنين، نمرة ثلاثة، نقط قوية محصنة. هم ضربوا عليها بالطيران قبل كده. يعني هما لما عملوها ضربوا عليها بالطيران لم تتأثر. جوه هذه النقط عبارة عن زي أشبهها لك بإيه؟ بجزء من قرية سياحية من بتوع شرم الشيخ. الجندي الإسرائيلي قاعد كده. تكييف، ثلاجة مليانة من مما ما تتصور، يعني لما دخلنا اتفرجنا يعني معلش يعني عايش عيشة عاملين
عاملين منطقه للاولاد ما يجوا يزوروهم اهاليهم بيجوا يزوروهم مراجيح وقصه كده. ده منتجع بقى صحيح اجواء شهر عسل. بقول لك كان بيقف يوصلنا يعمل ايه؟ اقول لك العسكري بقى المقابل قاعد بيفرش الرمل عشان يحط جرنان يحط عليه الاكل بتاعه واخد بال حضرتك؟ ومنظر يعني. ولذلك هو قال لك ايه؟ لما كانوا يسالوهم قول ده مائير او غيرها يقول لك ايه؟ ولا لا المصريين دول مش ممكن هيقدروا يعبروا او يعدوا اللي احنا عملناه. واحنا كل ده بنتجهز ولابد ان يعني هنعدي بنتجهز وبنتدرب وبنتطور وكل. ومن ضمن القصص اللي يعني عايز اقولها لحضرتك او اقولها لكم الفريق صادق الله يرحمه كان وزير الدفاع قبل 73 واحنا بنجهز اعتقد في السبعين او ما قبل السبعين الرئيس السادات بعته علشان يتفاوض عشان قطع غيار للاسلحه وسلاح فراح قابل القيادات هناك عشان يتفاوض فرفضوا يعني حصل حاجه واحنا كان عندنا خبر الروس ما ادولوش عقاد نافع يعني مطلوا. ولذلك الراجل يعني استاء بس الانسان المصري دايما في حته ذكاء كده يعني يحب يهزق بس يهزق بايه؟ بالشياكه. فهو البعثه بتاعته طلب منهم قال لهم لو سمحتوا انا عايز ازور ميناء القرم. رفضوا بقى خلاص والدنيا هديت. طب حاضر ودوه ميناء القرم. فطلب من البعثه اللي معاه سجاده ووقف على الميناء وابتدى يصلي ركعتين وسلم وخرج. وقف صلى ركعتين اكثر من مره مش متذكر عدد المرات يعني اللي احنا صلواتنا معروفه. فابتدى والله ما بقول لك احنا عندنا ذكاء. فابتدى المرافقين للبعثه يسالوه هو بيصلي ايه ده؟ قال لهم ما نعرفش يعني هو طلب سجاده صدق. فالرئيس البعثه اللي معاه اللي هو الجنرال اللي معاه قال له انت انا عايز اسالك انت بتصلي ايه؟ ايه يعني ايه الصلوات دي؟ قال له احنا بنصلي على ارواح شهدائنا. طبعا اي حد فيكم مش فاهم. ايه شهدائنا؟ ايام محمد علي باشا كان بعت ابراهيم باشا ابنه باسطول بحري وصل لغايه ميناء القرم واحتل القرم وكان داخل روسيا لما تدخل الدول الاوروبيه زي ما بيحصل في اي وقت. اول ما يلاقيك هتنتصر يبتدي يفشكل لك يعني. فارواح شهدائنا يعني ايه؟ انت مش هديني سلاح؟ طب ده انا كنت محتلك ولينا شهداء عندك هنا. طبعا دي طبعا يعني ايه يعني بشياكه هزقوا بشياكه طبعا دي ألمته اداله ألم. اما قعدوا يفسروها لقوا انهم اتهزقوا. طب انا عايز استاذن حضرتك نقف عند نقطه التهزيق اللي هم تهزقوه بس الهدف من المقاطعه يعني مقاطعه استاذ حضرتك هدف سامي جدا الحقيقه. أيوة وهتحس من يعني خلال دقائق ان العمليه بيتي بالمعنى الحرفي. استاذنك ناخد تليفون معانا سياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي ونجلس سيادتك. حبيبي صباح الفل يا سياده العميد اهلا بحضرتك. صباح الفل صباح الفل. متابع الكلام الجميل اللي بنسمعه من الوالد من اول اللقاء ولا ايه؟ يعني بص انا اولا طبعا لازم نهني الشعب المصري كله والجيش المصري كله بعيد النصر النهارده وعيد الكرامه. ثانيا لازم الواحد يقول اللي هو دايما بنفتخر اللي انت يعني ابن من ابناء ابطال اكتوبر ابن اللي هو سعد مرجان اللي هو ربنا اللي احنا برضه ازاي يكون عندنا عزه ويكون عندنا كرامه ويكون عندنا انتماء لبلدنا. وده اللي احنا بنحاول النهارده برضه نقوله لاولادنا اهم حاجه في الاخر خالص الكده الطيبه. انت بتفتخر اما حد يقول لك انت ابن اللي هو سعد مرجان وهو ده اللي بتتمنى في يوم من الايام اللي ابنك برضه يفتخر بيك اللي انت والده. فهي دي الحاجه اللي احنا الحمد لله رب العالمين بنعتز بيها وبنفتخر بيها. فطبعا هو يعني اللي هو سعد مرجان ربانا على الانتماء وعلى الاخلاص وعلى ازاي يبقى احنا بنبذل اقصى جهد في اي مكان فيه عشان خاطر بلدنا وعشان خاطر المكان اللي احنا فيه. واهم حاجه دايما وانت بتشتغل بتفكر في بلدك. يمكن هو كان بياخدني معاه وهو بيحكي لي يحكي بقى القصه دي وانا صغير عندي 6 سنين
اروح معاه المظلات، وكان ازاي بنحضر التدريبات والناس الضباط كانت بتستغرب انت عندك سنين وبتجري صاحيه معاهم يعني بدل ما ياخدك المراجيح وقتها سياده العبيد ده بيطلع لا احنا ما فيش بنروح ربنا بنروح نجري معاهم في التدريب في انشاط مع ضباط الجيش، وكان خالنا برضه اللي هو روح هلال كان في الصعقه وبنروح نجري معاهم، وكان لما بنتعب الضباط والمجندين يجيلونا يسلمونا لبعض لغايه لما نوصل لخط النهايه في الاخر، كنا بنروح نحضر نشوف ازاي يبقى في مناورات تدريبيه. هو ده اللي خلانا برضه اما كبرنا حاولنا نسعى ازاي نكون زيه، فدخلنا الشرطه وبرضه كان ليا شرف ان انا كنت في وحده انقاذ الرهاين. فانت ال- 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 الحياه كلها اللي رباك على حب بلدك والانتماء والاخلاص، سياده اللواء سعد مرجان اللي قاعد قدامك النهارده اللي احنا كلنا بنعتز بيه، واللي انت ازاي يبقى عندك ال- 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 يعني شرف اللي انت شايل اسم عيله مرجان، فدايما حاطط هدف قدامك يعني الاسم ده ازاي تحافظ عليه والناس تتكلم عنك بشكل كويس. فطبعا انا مش قادر اقول اكتر من لا ما تقولش يعني اكتر من كده، لان كلامك لغايه دلوقتي اثار شجون سياده اللواء غالي علينا سياده اللواء طبعا يعني ما كانش ده الهدف الحقيقه، كان احنا لا دي حقيقه. وانا يعني انا هقول لك حاجه، هو ربنا على الالتزام وربنا على ازاي نكون ملتزمين وازاي نحترم نفسنا وازاي يبقى عندنا كرامه. انا عايز اقول لك ان لو سعد مرجان كلمني في التليفون الصبح النهارده لانه عارف انا مدير النادي وعارف حساسيه الموقف ايه، قال لي هم قالوا لك ان انا طالع في القناه ولا لا؟ انا طبعا كان نفسي اعمل لهم مفاجاه اكتر من كده. ده نوع من الالتزام اللي احنا نتمنى الناس النهارده ربوا اولادكم على الالتزام. والله يا فندم انا عايز اقول لك هنيئا لك بهذا الاب، وهنيئا لك انتمائك لهذه الاسره اللي واضح ان جينات الوطنيه منتشره فيها بشكل ملحوظ جدا. يعني لو حضرتك عايز توجه اي كلمه لسياده العميد ولا نكتفي لغايه كده؟ ايه رايك؟ حبيبي والله وحشني، ربنا يخليك. لا انا والله بدعي لك ربنا يكون في عونك في اللي انت فيه، والظروف الظروف اللي انت بتخدم فيها دي في النادي ظروف صعبة عليك، وربنا يقويك ويعينك. احنا مش عارف اقول لك والله ربنا يديك الصحة ويكرمكم، وعايزكم تستمتعوا بقى بالقصص دي. طبعا القصص دي الأحفاد عندنا بيسمعوها واحنا عشناها، الأحفاد عندنا بيسمعوها، وهو فعلا دي خلي بالك لازم القصص دي تتقال على طول. صحيح. لازم الكلام ده يبدأ، لأن حرب أكتوبر أنا كان ليا شرف، كان عندي دورة تدريبية في أمريكا بعد ما انتهينا من الدورة دي. فطبعا احنا دايما المصريين لما بتيجي نقول كلمه لازم نتكلم على الحضاره ونتكلم على الاهرامات ونتكلم على 7000 سنه. وجئنا للممثل الجانب الامريكي قال لنا انتوا دايما بتتكلموا على الحضاره و7000 سنه وده حقكم، لكن دايما بتنسوا السحابه اللي عدت على مصر ومحدش حس بيها، السحابه اللي عدت على الوطن العربي ومحدش حس بيه. فطبعا احنا قعدنا نبص لبعض، هو ايه يعني ليه؟ قال لك الثعلب الرئيس انور السادات. واللي انا كنت بفتخر اللي انا كنت من فريق تامين في كامب ديفيد معاه، الراجل بيقول كده. تخيل بقى وانت نقيب وانت صغير وفي ماموريه خارج بلدك وفي امريكا وبتسمع هذا الكلام. طبعا لازم الاجيال طالعه تفتخر بجيشها، تفتخر برؤسائها، تفتخر بزعمائها، محدش يشكك في وطنيه اللي موجود، لان دي هو ده السلاح الاساسي، هو ده اللي بيقوي ضابط الجيش، هو ده اللي بيقوي العسكري القوات المسلحه، هو ده اللي بيقوي ضابط الشرطه او العسكري الشرطه اللي واقف. هم دول لولاهم ما كناش هنبقى موجودين. صحيح. دايما احنا عايزين نذكر ولادنا، وطبعا يعني هرجع اقول ثاني انا بفتخر وليا شرف ان انا ابن من ابناء بطل حرب اكتوبر اللي هو سعد مرجان، ويعني مش عايز اطول عليكم عشان هو بقى يكمل الكلام. يعني فلنكتفي بهذا القدر بعد اذنك يا سياده العميد، وربنا يبارك لك في ولادك وربنا يخلي لك سياده اللواء ويفرحوا بيكم وباحفاده يا رب. احنا سعداء جدا بالتواصل مع حضرتك ونشكرك شكرا جزيلا. دموعك غالي علينا والله يا سياده اللواء، يعني حضرتك بتفكرني بوالدي، انا برضو والدي كان احد ابطال حرب اكتوبر، تحيه ليه كبيره وتحيه لكل يعني ابطالنا واهالينا. يعني لا حضرتك غالي عندنا والله العظيم ومستمتعين بيك جدا. انا عندي ولد وبنتين بس كلهم سباحه، يعني محمد وهو صغير كان بطل ابطال مصر. وافتكر له بقى يعني لو نخرج على الموضوع شويه احد البطولات، بس كان بيعوم فراشه ومتنوع، في احد البطولات كانت في نادي هليوبلس في السيمي فاينل طلع الثاني، وفي هليوبلس السباح بتاع هليوبلس طلع الاول في السيمي فاينل. مين في الوقت ده كان ماسك رئيس مجلس اداره نادي هليوبلس؟ المشير الجمصي. والمشير الجمصي انا الله يرحمه بيني وبينه كان قصه يعني مش وقتها، فعرفني وعارفه كويس، كنت لسه في الخدمه وهو معاش ومسك رئيس مجلس الاداره. فحمد لما طلع من السبق قعدنا على الرصيف كده زعلان، فانا بشجعه بقول له انت بعد الظهر هتعمل وتساوي تاخد تحطم الرقم وكده. ولقيت مين واقف ورانا؟ فريق سياده المشير الجمصي.
فكلمني رحت قايم طبعا معظمني من حاجة. وقال لي هو ما زعلان ليه؟ قلت له حصل كذا وهو يعني ده رقم وبتاع. السباح بتاعه هو اللي طلع الاول في السيمي فاينل هو رئيس مجلس اداره النادي بتاعه. قال له يا بودي يا محمد انت ان شاء الله بعد الظهر هتطلع الاول وانا حاجه اشجعك. جينا بعد الظهر طلع الاول وحطم الرقم وجي يسلم عليه والصوره موجوده يسلم عليه الناس اتلمت بقى عليه كله عايز يسلم عليه. يعني من ضمن القصص بالنسبه لبودي هو طبعا من الناس يعني تربى تربيه عسكريه هي عيله جميله. ويمكن الحفيد كمان قاعد على الكرسي بتاع حضرتك يوسف كان معانا بطل جميل. ربنا يخليه له كل التوفيق ان شاء الله. كابتن لواء ربنا يديك الصحه وربنا يبارك لك. ربنا يخليك. بس انا عايز اقول على سياده الفريق برضه صادق لما لما خلص القصه ورجع مصر عمل لنا اجتماع في المنطقه المركزيه. معلش عشان الراجل ده يمكن ما حدش سمع عنه كتير. قال يا جماعه الروس مش هيدونا سلاح واحنا هنحارب باللي في ايدنا ونبهوا على ستاتكم في البيوت يحضروا الغطيان الحلل. فضحكنا وبتاع يعني دي قصه من ضمن القصص. وبعد كده السيارات ماشيه الروس من مصر واشتغلنا وربنا اراد ان يحصل النصر اللي احنا فيه. قصص حضرتك يعني رائعه وبتاخدنا كده لواقع وفتره زمنيه ملتهبه مرت بيها مصر والمصريين. ربنا يديك الصحه. احنا تشرفنا بالمعنى الحرفي والله لوجودنا مع حضرتك النهارده وبنشكرك على اللقاء ده. انا سعيد وكل سنه وانتم طيبين ومصر كلها طيبه. حبيبي سياده اللواء ربنا يخليك ويديك الصحه يا رب ونورتنا. رجعتونا تاريخ ربنا يخليك. احنا معانا بقى الفقره اللي جايه استاذ محمد صادق والفقره اللي حضراتكم برده بتحبوها والنوستالجيا وهنتكلم هنا بقى عن الدور الوطني للنادي الاهلي. خليكم معانا بعد الفاصل.